ابويا كان في ديما كان يذبح خروف ولا وكنا نعملوا الفطاير. امي كانت تفطر كان يعمل لها فرن فرن كان واحدة كانت تعمل العجين في صفيصة باش زي وامي كانت تفطر. امك كانت تفطر؟ كان امي كانت تفطر. لا هو كان امي ما كانش تخاف من النار. واو. كانت تفطر وكانوا يجيوا عندها جيران اللي كانوا يحبوا ثلاثة فطاير ليلة السادر ليلة وكانت تعملهم.